خلال زيارته للسويس، مدبولي يؤكد مواصلة العمل لتيسير الخدمات للمواطنين ويكشف عن إجراءات لتطوير المناطق السكنية المتهالكة. البيت الأبيض يعلن عزم الرئيس الأمريكي إضافة الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة الـ20 خلال القمة الأمريكية الأفريقية المرتقبة. الرئيس الروسي يدرس تنفيذ مفهوم الضربة الاستباقية الذي تبنته واشنطن سابقاً ويؤكد أنه لضمان أمن بلاده. 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تحركاً كبيراً من الدولة لتيسير الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مع مجمع السويس الطبي عقب تفقده لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس، حيث أكد رئيس الوزراء سعي الدولة لتطوير عدد من المناطق السكنية التي حدث لها تهالك شديد منذ عقود. مدينة السويس تحديداً، طبعاً المدينة معروفة بتاريخها، والمدينة بتتميز بموضوع المدن السكنية اللي هي أنشأتها الدولة بعد حرب 73، ويمكن بعضها كمان قبل 73. ومشكلة هذه المناطق بمنتهى الأمانة إن لم تمسها يد التطوير منذ إنشائها، ففي بعضها كان بقاله 40 سنة وبعضها يمكن أكتر من كده. ونتيجة لكده طبعا حصل مع التطور اللي بيحصل وزيادة عدد السكان تهالك شديد جدا للبنية الأساسية وشبكة الشوارع وحتى العمارات السكنية نفسها. فإحنا يمكن كان في 35 مدينة سكنية، سيادة المحافظ لما عرض على فخامة الرئيس وطلب أن يتعمل لها تطوير، الحقيقة كان توجيه فخامة الرئيس للحكومة أن إحنا نبدأ تطوير هذه المناطق بصورة فورية، يعني بهدف طبعا تحسين جودة الحياة لكل أهالينا اللي عايشين فيها واللي بيقطنوا هذه المناطق. وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، شدد رئيس الوزراء على أن مجمع السويس الطبي يندرج تحت مظلة المنظومة على أن يخدم جميع محافظات الإقليم. أشار مدبولي إلى تطلعه لافتتاح المجمع الطبي خلال النصف الأول من العام القادم، مشددا على توجيهات الرئيس السيسي بتغطية منظومة التأمين الصحي الشامل جميع ربوع الجمهورية خلال 10 سنوات. إحنا في منطقة مجمع السويس الطبي، والحقيقة هذا المجمع يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وجه بإنشائه ضمن منظومة تأمين الصحي الشامل اللي هتتعمل في كل محافظات مصر، ومنهم طبعا محافظة السويس اللي داخلة ضمن المرحلة الأولى من المحافظات. المجمع ده هو مش مستشفى، دي مدينة طبية كاملة. إحنا بنتكلم هنا على منشأة هتبقى على غرار القصر العيني في القاهرة، مستشفى الدمرداش ومجمع مستشفيات جامعة عين شمس، حتى مش هتخدم فقط السويس ولكن هتخدم محافظات إقليم قناة السويس كله. وبالتالي يعني ممكن كان وفيها النهاردة لأول مرة هتحصل تدخلات جراحية لعمليات دقيقة جدا، جراحات القلب المخ والأعصاب. كان يعني أهالينا هنا في السويس عشان يعني أي حد فيهم بيحتاج هذا التدخل الجراحي كان لازم ينزل القاهرة. النهاردة مع هذا الصرح اللي إن شاء الله بنأمل أن يتم افتتاحه في النصف الأول من العام القادم، يعني معالي الوزير إحنا بنتكلم هنضغط قدر الإمكان بحيث يبقى إن شاء الله في النصف الأول من العام القادم يكون اشتغل بالكامل. الأعمال الإنشائية زي ما حضراتكم شفتوها اكتملت، إنما إحنا بنتكلم على توريد الأجهزة الطبية وتفرش المستشفى، وده هياخد الفترة الجاية كله علشان نقدر إن إحنا نشغل هذا المكان ويبقى فعلاً صرح طبي يضاف إلى الصروح الطبية الكبيرة جداً اللي بتتعامل. هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بكافة مؤسساتها على بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة لإرضاء المواطن من السويس كغيره من المواطنين. وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء أن الدولة بصدد البدء خلال الفترة القادمة في إدراج القطاع الريفي بمنطقة حي الجناين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كان دايما اهالي السويس بيقولوا ان احنا صحيح ان احنا بيطلق علينا محافظه حضريه، ولكن هناك قطاع ريفي كبير وهو منطقه حي الجناين، وكانوا طالبين طبعا، وكان في هناك يعني طلبات لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بانها تدرج ضمن مبادره حياه كريمه، وكان توجيه سيادته للحكومه ان فعلا يتم ادراج القطاع الريفي في محافظه السويس ضمن مبادره حياه كريمه، وده فعلا ان شاء الله هنبدا فيه خلال الفتره القادمه علشان برضو نغطي الجزء او القطاع الريفي اللي هو متمثل ما زي ما اتكلمنا مع سياده المحافظ في حي الجناين انه يبقى داخل ايضا في مبادره حياه كريمه، وبالتالي مشروعات حياه كريمه اللي تتعمل ايضا في منطقه حي الجناين. وخلال جولته بمحافظة السويس شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح المبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس. في هذا الإطار أكد مدبولي أن الدولة لا تدخر جهدا في ملف تطوير العمل الإداري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شهد رئيس الوزراء افتتاح المركز التكنولوجي المطور بديوان عام المحافظة، حيث أكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية التي تقدم الخدمات للمواطنين، حيث تساهم في فصل المواطن عن الحي تماما وتقدم كافة الخدمات له. وخلال لقائه نواب المحافظة بالبرلمان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ستضخ استثمارات ضخمة في عدد كبير من المشروعات بالمحافظة، من بينها مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية من جانب الدولة تنفيذا للتكليفات الرئاسية. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستسعى لتلبية متطلبات القطاع الريفي بالمحافظة، حيث تقدم النواب خلال اللقاء بتوجيه الشكر للحكومة على إحالة قانون التصالح في مخالفات البناء للبرلمان، مطالبين بتقديم تيسيرات للمزارعين في هذه المرحلة. وتفقد رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة السويس مشروع إنشاء مستشفى الطب الرياضي، واستمع مدبولي إلى شرح حول المستشفى والذي يعد صرحا طبيا متكاملا لتقديم خدمة الطب الرياضي، وجاء على مساحة إجمالية تبلغ نحو 2500 متر مربع، ويضم المستشفى عيادات في تخصصات مختلفة. صرحت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية بأن العالم يحتفل اليوم بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يأتي ليذكرنا جميعا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في المجتمع المصري. أضافت السيدة انتصار السيسي على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان مهمتنا جميعا، وهو ما يتم بالفعل. ولفتت السيدة انتصار السيسي إلى أننا على أعتاب جمهوريتنا الجديدة، وأن المؤسسات الحكومية والمدنية تعمل بجهد صادق وعمل دؤوب لضمان صون كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، لأن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائما. تحتفل مصر في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعبر عن تطلع البشرية لبناء عالم قائم على المساواة والتسامح والتعايش والإخاء والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات. Thank you.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 577 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 64 طن. أما في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فقد تم ضبط أكثر من 471 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 41 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 922 قضية من بينها 240 قضية خبز ناقص للوزن و266 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في سياق آخر، تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت جهود الوزارة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 32 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5299 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 18 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت قرابة 421 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13254 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 6644 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة عيني ومستندي. كما تم ضبط 9 قضايا بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 18 طن، وضبط 15 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 215 طن، وكذلك ضبط 6381 قضية ومخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 200.5 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 28 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 111.5 طن سلع غذائية متنوعة وقرابة 48 طن دقيق أبيض، وتم ضبط 3453 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 253 طن سلع غذائية متنوعة وأكثر من 132 طن دقيقة. كما تم ضبط 96 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 95 طن دقيقة وقرابة 66.5 طن سلع مدعومة متنوعة. كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 35 طن أسمنت و5 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 595 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت قرابة 4647.5 طن أرز شعير. كما تم ضبط 246 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 57491 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع
566,754 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 289,205 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2810 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 127 سائقا منهم. كما تم المرور على 121 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 620 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 551 مركبة وتبين عدم مطابقة 19 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 304 سيارة و35 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط 4,232 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 860 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 936 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2203 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2405 مخالفة ملصقات وضبط 11 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1519 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 78,899 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 71,170,887 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 233 قضية، من بينها 104 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و129 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 43 قضية بقيمة مالية بلغت 79,158,622 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2512 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 6,149,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,142,508 جنيها. ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإعلان خلال القمة الأمريكية الأفريقية الثلاثاء المقبل عن دعم إدارته لإضافة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين. وقال كبير مسؤولي الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جو ديفرمونت أن الوقت حان كي تكون لإفريقيا مقاعد دائمة على طاولة المنظمات والمبادرات الدولية، مشددا على ضرورة المشاركة الإفريقية في المنتديات الدولية التي تتعلق بالاقتصاد العالمي والديمقراطية وتغير المناخ والصحة والأمن. كان الرئيس الأمريكي قد دعا 49 من القادة الأفارقة للمشاركة في قمة واشنطن التي تستمر 3 أيام وتبدأ الثلاثاء القادم. The first wave and they look at the
بدأت أستراليا واليابان والولايات المتحدة ودول أخرى الجولة الأولى من المفاوضات التي تهدف إلى وضع القواعد والمعايير الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة. يأتي ذلك وسط النفوذ المتزايد للصين في المنطقة، وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الاجتماع الذي يستمر 6 أيام في أستراليا سوف يتمحور المفاوضات خلاله حول 4 ركائز، وهي التجارة العادلة ومرونة سلسلة التوريد والبنية التحتية والطاقة النظيفة والضرائب ومكافحة الفساد. كشفت مصادر صحفية يابانية بأن الحكومة تسعى لإدخال تعديلات على وثائق استراتيجية على الدستور لإحداث تحول كبير في السياسة الدفاعية من خلال الحصول على قدرة الهجوم المضاد لأغراض دفاعية. وذكرت المصادر أن مراجعة استراتيجية الأمن القومي ووثيقتين أخريتين بما في ذلك فكرة السماح للبلاد بإطلاق النار على صواريخ العدو وتعطيلها قبل إطلاقها من أراض أجنبية تأتي وسط تقدم كوريا الشمالية في برنامجها النووي مع زيادة الصين من حشدها العسكري. وقالت المصادر إن اليابان ستلتزم في الوثائق بتعزيز تصنيع الصواريخ طويلة المدى المحلية الصنع وشراء صواريخ أجنبية الصنع كذلك. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تدرس تبني ما سماه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقية، موضحا أن الولايات المتحدة طورت مفهوم الضربة الوقائية كما تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح العدو. وأوضح بوتين أن على روسيا تبني تلك الأفكار التي طورها الأمريكيون لضمان أمنهم. وشدد الرئيس الروسي أن صواريخ بلاده وأنظمتها التي تفوق سرعة الصوت أكثر حداثة بل وأكثر كفاءة من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن موسكو لن تستخدم سلاحا نوويا إلا ردا على هجوم من هذا النوع. شدد رئيس مجلس الدوما الروسي على ضرورة دفع ألمانيا وفرنسا تعويضات لسكان دونباس بعد اعتراف المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بأن اتفاقات مينسك منحت أوكرانيا الوقت للاستعداد لمواجهة عسكرية مع روسيا. وأضاف فولودين أن اعتراف ميركل يلقي بالمسؤولية الأخلاقية والمادية لتطورات في أوكرانيا على عاتق ألمانيا وفرنسا، ويعكس فضائع التزوير والمكائد والتلاعب بالحقائق التي يعتمدها الغرب على حد تعبيره. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية 5 ضربات صاروخية ونحو 20 غارة جوية على العديد من الأقاليم والمناطق الأوكرانية. وأوضح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي في شمال شرقي أوكرانيا ديمترو زيفينسكي أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على بلدة فيليكا التابعة للمنطقة، مما أحدث دمارا واسع النطاق في عدة مناطق في زابوريجيا. إلى ذلك أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا لا يزال غير مستقر ويحتمل أن يكون خطيرا. وقال غروسي إن الوكالة تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع حادث نووي، مشيرا إلى العمل على تقليل المخاطر المحتملة في المحطات بأوكرانيا. من جهة أخرى، عزز حلف الناتو من قدراته الجوية للمراقبة على سواحل البحر الأسود المقابلة لروسيا، حيث نشرت القوات الفرنسية نظام دفاع جوي متوسط المدى في دولة رومانيا، تتولى القوات الإيطالية الإشراف عليه. وقال مسؤول عسكري إن نظام الدفاع الجوي مامبا مخصص للمراقبة وتزويد القيادة الرئيسية للحلف بكل الملاحظات والتطورات، بالإضافة إلى أنه مصمم لمواجهة صواريخ كروز
ويمكن كذلك التعامل مع تهديدات متعددة من خلال قدراته على الإطلاق المتعدد، مشيرا إلى أن الحلف ملتزم بتعهداته لتقديم الدعم الأوكراني في مواجهة التهديد الروسي بحسب تعبيره. السادسة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تسليم جائزة نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين روسية وأوكرانية في أوسلو. أعلنت مجموعة البنك الدولي الموافقة على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لموازنة كوديفوار لدعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار العام والخاص ورأس المال البشري والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وأكدت مجموعة البنك الدولي أن وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية أشارت إلى أن هذا التمويل سيعمل على تحفيز الاستثمار من خلال تعزيز المنافسة في القطاعات الواعدة، وذلك لضمان القدرة على تحمل الديون وتعظيم تدفقات الاستثمار الخاص. اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة الانتقال الإقليمية لرومانيا والتي سيتم بموجبها تخصيص استثمارات بقيمة 2,140,000,000 يورو لدعم الانتقال العادل نحو الحياد المناخي في المناطق الأكثر ضعفا في البلاد والتحول إلى اقتصاد أكثر جاذبية واخضرارا. أكدت المفوضية أن هذه الأموال ستأتي في إطار صندوق الانتقال العادل لمساعدة رومانيا على متابعة التزامها بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2032 ودعم العمال المتأثرين بالتحول المستمر في مجال الطاقة للعثور على مؤهلات جديدة ووظائف جديدة. بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي واندي تشيرمان في برلين مع ممثلي جمعيات الصناعة الألمانية، بحثت سبل تعميق التعاون التجاري بين البلدين على الصعيدين الثنائي والعالمي. وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكية على أهمية تقليل التبعيات الاقتصادية بما في ذلك الاعتماد على الصين، مرحبة بالحوار المفتوح والصريح حول التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة التي تواجه العالم. أقيمت مراسم حفل تسليم جائزة نوبل للسلام لعام 2022 والتي منحت إلى كل من المدافع عن حقوق الإنسان أليس بيالياسكي من بيلاروسيا ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان الأوكرانية مركز الحريات المدنية من قبل لجنة نوبل النرويجية في أوسلو. تلقى الفائزون الثلاثة بنوبل للسلام الممثلون للمجتمع المدني في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا جائزتهم في أوسلو مع حلول ذكرى وفاة السويدي عالم الكيمياء ألفريد نوبل. كان قد حصل مركز الحريات المدنية الأوكراني على جائزة نوبل للسلام إلى جانب كل من المدافع البيلاروسي عن حقوق الإنسان أليس بيالياسكي ومنظمة حقوق الإنسان الروسية ميموريال على جائزة نوبل. نظير جهودهم البارزة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة، حصل مركز الحريات المدنية الأوكرانية على جائزة نوبل للسلام إلى جانب كل من المدافع البيلاروسي عن حقوق الإنسان أليس بيالياتسكي ومنظمة حقوق الإنسان الروسية ميموريال. وفي خطوة غير معتادة دعا رئيس إحدى المنظمات الحائزة على الجائزة هذا العام إلى تسليم أوكرانيا أسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ووقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتمنح الجائزة بعض العزاء للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي مؤسس مجموعة فياستا الحقوقية الذي لا يزال مسجونا في بلاده منذ يوليو 2020 وبانتظار محاكمة يواجه فيها عقوبة السجن لمدة 12 عاما.
المنظمتان غير الحكوميتين دعت الأوكرانيين إلى الاستمرار في المقاومة، وطالبت الدول الغربية بمواصلة دعم كييف حتى تحرير أراضيها. ويتلقى الفائزون الثلاثة بنوبل للسلام الذين يمثلون المجتمع المدني في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا يتلقون جائزتهم في أوسلو مع حلول ذكرى وفاة السويدي عالم الكيمياء مانح الجائزة التي تحمل اسمه ألفريد نوبل، وتمنح كل عام بناء على وصيته التي وهب فيها ثروته لمن يخدم الإنسانية في مجال تخصصه في محاولة للتكفير عن اختراعه للديناميت. تعلن رئيسة بيرو الجديدة دينا بولارتي اليوم تشكيل الحكومة الجديدة وسط احتجاجات تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وقالت إنها قد تجري نقاشات مع القوى الديمقراطية في الكونغرس لبحث مقترح لإجراء انتخابات. بعد أن أدت السياسية دينا بولوارتي اليمين لتولي الرئاسة في بيرو في أعقاب عزل الرئيس بيدرو كاستيو بموجب تصويت لمساءلته في البرلمان، تعلن رئيسة بيرو الجديدة تشكيلة حكومتها وسط استمرار مظاهرات أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو المطالبة بالإفراج عنه وإجراء انتخابات. بولوارتي التي شغلت منصب نائبة الرئيس حتى تنصيبها رئيسة للبلاد لم تستبعد تنظيم انتخابات مبكرة، مقترحة تنظيم انتخابات في إطار نقاشات مع القوى الديمقراطية في الكونغرس في حال كان المجتمع والوضع يتطلبان ذلك، مبدية أملها في إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية. ودعت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي المتظاهرين للالتزام بالهدوء، وذلك بعد أن شهدت شوارع العاصمة ليما ومدن أخرى في أنحاء البلاد احتجاجات عدة خصوصا في مناطق الإنديز حيث يحظى كاستيو بأكبر قدر من الدعم. وتجاهل المشارعون محاولة كاستيو ومضوا قدما في مساءلته المقررة سلفا، فوفق 101 من الأعضاء على عزله، وعرض العزل 6 أعضاء وامتنع 10 عن التصويت، وأعلنت النتيجة وسط هتافات عالية، واستدعى المجلس التشريعي نائبة الرئيس بولوارتي لتولي المنصب بصفة مؤقتة. وأدت بولوارتي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة حتى عام 2026 لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة بيرو. ووصفت بولوارتي تحرك كاستيو لحل كونغرس بأنه محاولة انقلاب، متعهدة بتشكيل حكومة تشمل جميع الأحزاب. قتل شخص وفقد آخرون بعد انفجار شقة سكنية في منطقة جيرسي البريطانية الواقعة في القناة التي تفصل بين بريطانيا وفرنسا. وقالت الشرطة المحلية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت إن شخصا قتل وفقد نحو 10 بعد انفجار في مبنى سكني في سانت هيلر عاصمة جيرسي، وصفه شهود العيان بأنه كان مدمرا بطريقة غير مسبوقة. أعلنت الشرطة الألمانية انتهاء عملية تحرير الرهائن في دارزدن وإلقاء القبض على الجاني. كانت الشرطة الألمانية قد أعلنت وجود رهينة محتجزة في وسط مدينة دارزدن بمنطقة محيطة بمركز تسوق، مما استدعى إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس. كما أوصت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا، كما أعلنت تقييد حركة المرور في وسط المدينة مما أثر على حركة النقل العام. أعلنت السلطات الصينية اتخاذ إجراءات حازمة ضد التلاعب في أسعار الإمدادات الطبية والأدوية والسعي لضمان تنقلها بسلاسة مع تنامي المخاوف من تفشي جائحة كورونا على نطاق واسع بعد تخفيف القيود الصارمة على مستوى البلاد. وحذرت إدارة تنظيم الأسواق بالصين من التلاعب في أسعار المنتجات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية أرواح البشر والحفاظ على صحتهم بشكل أفضل.
كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق 10 إجراءات لتخفيف قيود كورونا. هذا وقد أشادت كوريا الشمالية بقدرتها على احتواء وباء فيروس كورونا باعتباره أعظم إنجاز لها هذا العام. وأفادت وسائل إعلام كوريا الشمالية بأن توجيهات الزعيم كيم جونغ أون ساهمت في تقديم واتباع سياسات الحجر الصحي في الوقت المناسب والسيطرة الفعالة على جائحة كورونا. وفي أغسطس الماضي أعلن كيم الانتصار على كورونا وأمر برفع إجراءات الطوارئ القصوى لمكافحة الوباء في بيونغ يانغ، مدعيا إنهاء الوباء بعد 3 أشهر من إعلان حالته الأولى. نظم حزب حماة الوطن لقاءا مجتمعيا بمحافظة الأقصر في إطار سلسلة اللقاءات والجلسات الحوارية الخاصة بالحوار الوطني. ناقش اللقاء سبل تطوير التعليم الفني والمهني ودعم الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وفقا لمتطلباته الراهنة، حيث أكد المشاركون اهتمام الدولة بدعم وتنمية قدرات ومهارات طلاب التعليم الفني وخريجيه من أجل إعدادهم وتمهيد الطريق لهم ليصبحوا منتجين في سوق العمل. دي تهيئة أو استعداد للجمهورية الجديدة اللي سيادة الرئيس بينادي بيها، فإنه هو بيطرح حاجات كتير قوي لكل الناس وكل الناس بتشترك، أخبار حضرتك، لغاية ما نوصل لحاجة جميلة كده. يعني النهاردة مثلا الحوار كله على تفعيل التعليم الفني. تم التحديد للحوار الوطني هو التعليم الفني والمهني والفرص والتحديات، فاحنا النهارده جايين داعين اكتر من جهه معينه لوجودهم متواجدين معانا النهارده بخصوص الحوار الوطني لمناقشه الحوار الوطني. الحوار بتاع اليوم حوار الوطني الخاص بالتعليم المهني والتعليم الفني، بالفعل ان الاهتمام الدوله حاليا بالتعليم الفني لما يتطلبه سوق العصر من متطلبات حديثه توافق سوق العمل وتوافق التنمية المستدامة الجديدة. فكرة جميلة، حوار وطني حتى نصل به للمشاركة العملية للفنيين أو المهنيين في تنمية المجتمع المصري الحديث. بالنسبة للتعليم الفني والمهني لنتناقش إن شاء الله في تطوير التعليم الفني والمهني حتى نكون في إصطاف الدول المتقدمة. كما نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا بمحافظة أسوان في إطار سلسلة اللقاءات والجلسات الحوارية الخاصة بالحوار الوطني لدعم السياحة العلاجية بالمحافظة. يهدف المؤتمر لتوعية المواطنين بضرورة النهوض ودعم مجال السياحة العلاجية التي تشتهر بها محافظة أسوان والتي يقصدها السياح للاستشفاء من بعض الأمراض، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم العديد من القطاعات منها الصحة والسياحة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية لا سيما محافظات الصعيد. الموضوع ده اختيار صائب لمحافظة أسوان إن احنا نتكلم على السياحة الصحية بمجملها، لأن أسوان فيها مقومات الرمال والشمس والطبيعة والأعشاب اللي موجودة في أسوان، غير الموقع الجغرافي اللي بالفعل بيدينا ميزة عن بقية المحافظات، ان احنا عندنا 4 بوابات: الميناء النيلي، السد العالي، الميناء الجوي، ثم أرقين وقسطل. يوميا بيتوافد حوالي 5000 سائح سوداني وافريقي، كلهم يمكن يعني معظمهم جايين للسياحة العلاجية. نمط مهم من أنماط السياحة في مصر، المفروض إن احنا نحاول إن احنا ننميه ونساعد إن أسوان يبقى ليها زوار أكتر بيستهدفوا السياحة العلاجية. الأماكن السياحية الموجودة اللي هي العلاجية، عندنا الرمال الحرارية، عندنا أماكن كتير على مستوى البحر الأحمر، مستوى سيناء، على مستوى جنوب مصر كلها، طبعا كلها علاجات سياحية يعني محترمة وبتعالج أكثر الأمراض
فتاكة في الجسم. وإحنا طبعا بنرحب بالجميع ونسأل الله أنه يكون المؤتمر ناجح ويؤدي إلى مهامه المنوط بها. إحنا حاليا في ظل فصل الشتاء والسيزون بتاع أسوان طبعا ورحلات شباب قطار الصعيد وغيره وغيره، إحنا بنحاول من خلال الحزب أن إحنا نعمل توعية للمتخصصين في هذا المجال أن هم يشتغلوا في موضوع السياحة العلاجية، وننشر الوعي على أساس أن أسوان تستفيد أكبر كم من الاستفادة بشأن الموضوع ده. يعني بنعمل حوار وطني عن التوعية السياحة الصحية لطلبة المدارس التعليم الفني، وأيضا مشاركة المجتمع في الحوار الوطني عن اهتمام السياحة وتنمية السياحة في منطقة الصعيد. كلنا بنأيد الحوار الوطني لمناقشة الأفكار وتجديد الأفكار وابتكار الأفكار من جيل المستقبل وجيل الحاضر أيضا من بعض الزملاء ومن بعض الأحزاب وحزب كل المصريين حزب حماة وطن. نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر جلسة حوارية حول ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات. خلال الجلسة استعرض رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والقواعد والمعايير المهنية الرابطة لأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف في المكتوبة، كما ناقش ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات. النهاردة عقدنا اجتماع في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور رؤساء التحرير المواقع الجرائد والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، أيضا بحضور عدد كبير من الزملاء اللي شغالين في تغطية مجالات الحوادث والجريمة للاتفاق على بعض الضوابط المهنية لتناول الموضوعات الخاصة بالحوادث والجريمة في الفترة الأخيرة، لأن حصلت حالات يعني بتصل إلى نشر غير صحيح وبث غير صحيح، وبتنشر في الآخر صورة بتسيء للمجتمع وعلى غير الحقيقة في الآخر. كان في اتفاق من جميع الزملاء على ضرورة تفعيل بعض الضوابط، وأهم هذه الضوابط أن النشر أو البث أو الإذاعة أو الفيديوهات اللي بتتعمل تبتعد عن التهييج وتبتعد عن الإثارة وتبتعد عن أحيانا بعض المواقع بتنشر يعني أشياء بتتعلق بفضائح وبتمس سمعة الأسر، وبتنشر صور للأطفال اللي بيتعرضوا لجرائم أو انتهاكات، وكل هذه الأمور محظورة. قامت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بزيارة لمعرض جدة الدولي للكتاب 2022، والذي تقام فعاليته خلال الفترة من 8 وحتى 17 من ديسمبر الجاري. وخلال الزيارة تفقدت الكيلاني أجنحة وزارة الثقافة ودور النشر المصرية المشاركة في المعرض، كما أشادت بالمشاركة المصرية المتميزة التي تشمل عددا من قطاعات وزارة الثقافة، في مقدمتها المركز القومي للترجمة، إلى جانب ما يقرب من 120 دار نشر مصرية. نظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة الحوار المجتمعي السابعة للمراكز والقرى بمحافظة بني سويف. تأتي جلسة الحوار المجتمعي استعدادا لإطلاق مبادرة حياة كريمة بها كمرحلة ثانية مع أهالي قرية بلفيا، وتم التناول الخاص بالموضوعات في قطاعات خدمية مختلفة لتوضيح المجهود المبذول خلال المرحلة الأولى وشرح المكونات الأساسية للخطة المقترحة بالمرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف مراكز المحافظة. كما نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة سوهاج زيارة لطلاب الجامعة للتعرف على إنجازات المشروع القومي لحياة كريمة بقرى ومراكز المبادرة. شهدت الزيارة تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية سفلاق والذي تم تنفيذه بالكامل، فضلا عن زيارة مركز طب الأسرة بالقرية حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 65%. وأوضحت المؤسسة للطلاب المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة
حياة كريمة بالمركز وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لقرى الريف المختلفة والتي تعتبر نقلة في حياة أهالي محافظة سوهاج في كل القطاعات. كما انطلقت قافلة طبية بأبو رماد تابعة لمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضح منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد بأن القافلة وقعت الكشف الطبي مع صرف العلاج ل 138 حالة بمختلف التخصصات الطبية. وأشارت القافلة الطبية إلى أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. والآن متابعة الأهم الأخبار الاقتصادية. أخبار المال والأعمال مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكما إلهام واهبة. والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلغاء دعم العينية للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023. وأوضح المركز الإعلامي استمرار دعم العينية للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل قيمة مخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمته 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية. يواصل معرض صنع في دمياط للأثاث فعالياته في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، ويضم المعرض 74 عارضا لعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطية ذي السمعة العالمية. يستمر العشرات من أصحاب مصانع وورش الآثاث بمحافظة دمياط في عرض منتجاتهم من الأخشاب الطبيعية في تصميمات تراثية وعصرية أمام سكان القاهرة الكبرى بمعرض صنع في دمياط للآثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر. بالنسبة للمميزات هنا المكان فوق الوصف بكتير جدا بالنسبة للعرض والعارضين والإدارة بتاعة المعرض، ناس محترمة جدا بيتحدوا الصعاب كلها عشان يريحونا في العرض. بالنسبة للتسويق، التسويق هنا محترم جدا، واحنا من ناحيتنا بنعمل عروض كل فترة، واحنا نازلين بنعمل عروض عشان ننشط عملية التسويق بالنسبة للمنتجات بتاعتنا في دمياط. احنا بنعمل احلى جودة واحلى حاجة، يعني انت لو صورت حضرتك الموبيليا شغل بسم الله ما شاء الله، خشب زان روماني مبخر، خد بال حضرتك، وبنصدر بره كمان السعودية الامارات، اخد بال حضرتك شغل على مستوى يعني الحمد لله فضل الله من عند ربنا ان شاء الله. جبنا شغل مصانعنا في القاهره، يعني جبنا المنتج لما لحد لما هنا لما المكان، يعني وصلنا للعميل تمام. احنا جايبين شغل للمصنع وبنبيع بسعر تكلفه عشان نحقق مبيعات اكتر، بالاضافه للمبيعات احنا عاطين جوده ممتازه جدا. المعرض في نسخته 16 منذ 2016 ودورته الثالثة هذا العام يضم 74 عارضا لعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذي السمعة العالمية مثل غرف النوم والصالونات وغرف المعيشة، وسط تخفيضات وعروض مختلفة وأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري. الشغل الدمياطي طبعا لا يعلى عليه في مصر، احنا نسمع عنه كويس جدا يعني، فحبينا بقى بدل ما بنسافر ناخد المشوار ده كله، لا نيجي هنا بقى نتفرج ونشوف. وانا بسم الله ما شاء الله شايف في خامات حلوه جدا وفي موديلات ممتازه جدا، موديلات جميله متنوعه، الاسعار معقوله جدا بالنسبه اللي احنا بنشوفه بره، الاسعار جميله جدا، خشب متين، كل حاجه فيها جميله. وياتي تنظيم معرض صنع في دمياط للاثاث في اطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر ومحافظه دمياط، ويفتح المعرض ابوابه للزوار من 10 صباحا للعاشرة مساء وحتى 17 من ديسمبر.
إذن هي مجهودات لا تتوقف من الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بقطاع الآفاف، مما يساعد على توفير فرص عمل وفتح آفاق تسويقية جديدة داخليا وخارجيا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. وفي أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط مع تسجيل خام برنت والخام الأمريكي أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو يقدر ب7% لتصل إلى 76.10 دولار للبرميل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 62% ليصل إلى 71.2 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى له في 2022. وكذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.33% لتصل إلى 2.81 دولار للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعية بنسبة 4.75% لتسجل 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات نمو مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3% فقط، وذلك في عام 2023 لتصل إلى 27.6 مليون سيارة. وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط نزولية العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية المرتبطة بفيروس كورونا في نهاية عام 2022. وقالت الرابطة إنه من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة تقدر ب 35% لتصل إلى 9 ملايين سيارة. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى هبة وإلهام. أشكرك ميرنا. شهد دور الثمانية منافسات قوية حسمت خلالها كرواتيا تأهلها بركلات الترجيح، فيما ودع المنتخب البرازيلي حلم البطولة. كما حجزت الأرجنتين مقعدها في المربع الذهبي على حساب هولندا بركلات الترجيح أيضا. تمكنت كرواتيا من إقصاء البرازيل بضربات الحظ بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل، وذلك على الرغم من استحواذ المنتخب البرازيلي على الكرة بنسبة 54% مقابل 46% لصالح كرواتيا. أربع ركلات ترجيح مقابل اثنين منحت كرواتيا بطاقة العبور إلى نصف النهائي، وودعت البرازيل حلم البطولة، فيما خاض منتخبا هولندا والأرجنتين لقاء طويلا للغاية خلال مباراتهما التي أقيمت على استاد لوسيل، ليتأهل المنتخب الأرجنتيني للمربع الذهبي بأربع ركلات مقابل ثلاث بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما. هذا وحصد إثر هذه المواجهة الحاسمة ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين جائزة أفضل لاعب بعد أن تألق وسجل هدفا وصنع آخر في التأهل لنصف النهائي. ونتابع الآن مشاهدين فرحة الجماهير بفوز المغرب على البرتغال، جماهير الحاضرة في العاصمة القطرية الدوحة لمباراة المغرب والبرتغال، والتي فازت فيها المغرب 1-0، مما أهلها للصعود إلى دور النصف نهائي
في بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخها. كل التهنئة لمنتخب المغرب ولشعب المغرب ولكل الشعوب العربية. إذن كل تحية وتقدير للمنتخب المغربي والأداء الراقي الذي تميز به في بطولة كأس العالم المقامة حاليا لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة. المغرب تأهل للنصف النهائي في كأس العالم، وجماهير كرة القدم في العالم العربي تحتفل بفوز المنتخب المغربي الشقيق، وكافة التهنئة والتقدير للشعب المغربي. فرحة عارمة تسود العاصمة القطرية الدوحة بفوز المغرب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينه وبين البرتغال. إذن مشاهدينا، بهذا الخبر السار نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وتذكرة بأبرز العناوين. خلال زيارته للسويس، مدبولي يؤكد مواصلة العمل لتيسير الخدمات للمواطنين ويكشف عن إجراءات لتطوير المناطق السكنية المتهالكة. البيت الأبيض يعلن عزم الرئيس الأمريكي إضافة الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين خلال القمة الأمريكية الأفريقية المرتقبة. الرئيس الروسي يدرس تنفيذ مفهوم الضربة الاستباقية الذي تبنته واشنطن سابقا، ويؤكد أنه لضمان أمن بلاده. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.